كيضمنش التضمينات من خلال اولا بدايه الفقره باش تبدا الفقره ما تجيش دير النص يعني كالقواعد بحيث هي لا يجوز انت خصك تبدا كالبحث انت لماذا لان التضمينات والمتطلبات غادي نتكلموا عليها كيفاش تاتي هي اختيارات ديالك مرتبطه بالسؤال المعرفي الذي حركك في بحثك في المراجع وفي بحثك عن النصوص. سعيد بالمناسبة أشكر جميع الطلبة الباحثين اللي كانوا حاضرين في الورشة، الورشة التكوينية حول قضية التوثيق والعمل المكتبتي. طبعا قضية التوثيق والعمل المكتبتي هي قضية تهم جميع الباحثين سواء في سلك الدكتوراه أو باحثين في كل المعرفية عامة في مجالات متعددة. ولكن أهمية هذا الموضوع بالنسبة لطلبة الدكتوراه هو توحيد الرؤى بخصوص عملية بما تكون هناك عملية من تقنيات ومن أدوات، ثم كذلك تحفيز الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه إلى أن يؤسسوا هذا الحس المرتبط بالتوثيق، والتوثيق في العملية البحثية هو مهم وأساسي لأنه أولا يعزز قدرات الباحث في مسار البحث الأكاديمي، ثم كذلك يجعل هذا الموضوع ديال العمل المكتباتي يتقاسم فيه الباحث فيما بينهم كل التجارب، ولهذا سعينا في هذه الورشة التي كان فيها تفاعل كبير جدا أن نثير جميع القضايا المناهجية والتقنية المتعلقة بعملية التوثيق وضبط تفاصيل هذه العملية، ثم علاقة التوثيق بالعمل المكتباتي وما يحتاجه الباحث خاصة الطلبة في سلك الدكتوراه. ولهذا بالمناسبة أجدد شكري للتفاعل الذي حصل خلال هذه الورشة، وأتمنى للباحثين أن هناك ورشات أخرى تكوينية التي ينظمها المختبر، وبهذه المناسبة أدعو جميع المختبرات وليئات أن نؤسس هذا العمل المؤسساتي طبعا في التفاعل. طبعا الورشات لها اهميه لانها تجيب عن قرب عن بعض القضايا المنهجيه والتقنيه التي قد تعتري اي باحث في مساره البحث خاصه الباحثين المبتدئين، ثم الورشات تكون فرصه للتلاقح والتكامل والتدافع في الاراء بخصوص بعض القضايا التي تهم العمل العلمي بشكل عام. ليست هي الورشه الوحيده، ستكون هناك ورشات اخرى تكون بصدد الان الورشة المقبلة لكم موضوع ديالها يهم العمل الميداني وبناء البيانات كيف الشغل الباحث خاصة في السوسيولوجيا وفي العلوم الاجتماعية يكون في المحك أنه دائما يرصد الوقائع والظواهر التي يشتغل عليها بخلفية ميدانية من خلال طبعا تحصيله العديد من البيانات والمعلومات التي يجيب من خلالها عن القضايا التي تحكم ويحاول من خلالها معالجة موضوعات البحث يعني. ثم طبعا هناك ورش أخرى موالية ستجيب على بعض القضايا، ولهذا اعتمدت في هذه الورشة كبداية من خلال مطالبة الباحثين المشاركين في الورشة أن يحددوا لهم نوعية التخوفات والمعيقات التي يواجهونها في بداية البحث، وهذا شيء مهم لأنه نحن كأساتذة نواكب هذه العملية البحثية ونؤثر الطلبة في ظروف تعرفون تفاصيلها، يقتضي من ناحية المؤسساتية أن نعرف مختلف القضايا التي تشكل صعوبات منهجية أو معرفية التي قد تحد من الأداء العلمي والتطور القدرات طبعا في إنتاج البحث العلمي. في إطار الأنشطة اللي كتنظمها جامعة بورتوفايل بخصوص كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في انجلترا، تنظم مختبر بيئة ومجتمعات وتراب، يعني لقاءات تكوينية لفائدة الطلبة الباحثين نفسية الدكتوراه. اليوم جينا نحضروا لهذا اللقاء التكويني واحد الورشة اللي كينظمها مختبر بيئة ومجتمعات وتراب بتطير من الدكتور مبارك الطيري، هو أستاذ باحث الاجتماع وتحت عنوان في موضوع التوثيق والعمل المكتبي. حقيقة هذا الموضوع هذا يعني كنلقاو فيه صعوبة، اليوم جاء أستاذ باش يحاول يبين لنا مجموعة من يعني الجوانب التقنية والعملية، العملية ديال التوثيق اللي مرتبطة بالبحث العلمي واللي غادي يساعدنا يعني في المسار ديالنا التكويني.
وتحاول تخلق واحد يعني النسخه يعني في البحث. البحث كتتسم يعني باحترامها للشروط العلميه لا سواء في البناء ديالها ولا في التوثيق ديالها ولا حتى في يعني في العمل مستقبلا في المؤسسات يعني التصميم. نحن هنا اليوم يعني على هامش الورشه التكوينيه العلميه حول موضوع العمل التوثيق عفوا التوثيق والعمل المكتباتي التي يؤثرها الاستاذ الباحث في السوسيولوجيا بجامعه ابن بطوطيل الاستاذ مبارك طيل العلوي. هي كنت تعتبر محطه مهمه فيما يخص محطه التوثيق والعمل المكتبي، تعتبر محطه او مرحله مهمه، هي محطه اساس يعني لإعداد أطاريح أو أطروحات الدكتوراه لكل طالب باحث. في إطار برنامج تكويني الذي ستره مركز الدكتوراه بجامعة ابن بطوطيل بالقنيطرة، وخاصة مختبر تراب بيئة وتنمية لفائدة طلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، حضرنا اليوم لورشة تكوينية حول موضوع التوثيق والعمل المكتباتي الذي أطره الأستاذ الباحث في السوسيولوجيا الدكتور مبارك الطيعي. هذا الموضوع لا يقل أهمية بل له أهمية قصوى في المواضيع الأخرى في مسار بناء البحث الأكاديمي، ونحن على وعي تام بالدور الهام للتوثيق والعمل المكتباتي وما يتضمنه من آليات وتقنيات منهجية. كان الهدف أيضا من هذا التكوين هو توحيد مستويات الاشتغال وأيضا اقتسام بعض التقنيات المتطورة في هذا المجال المعرفي. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.